راه كاين اللي استفاد وما عندوش حق في الاستفاده، كاين اللي جا تكون عاد 3 شهور 4 شهور واستفاد. ولادنا فين غيضيعوا؟ راه الناس بزاف تشردت، راه بزاف الناس ارتحرت. حنا بنات المدينه ولاد المدينه نتلحوا للعربيات والعربيات يدخلوا للمدينه. وفي الاخر راه قال لك ما طالعش، علاش؟ حيت ما مجوزش قبل من 2012. واش كاين شي قانون كيحكم على شي واحد يتزوج قبل من 2012 ولا من بعد 2012؟ اللي جات من عند المالك حنا مرحبا بها، ولكن باش يضيعونا هاد الناس ما يضيعوناش. راه حنا في التشرد بسبب هذا المشروع ديال المحج الملكي، حنا ماشي ضده، حنا معاه، واللي بغى سيدنا حنا معاه، لا حنا لا رزقنا لا والدينا لا كل شيء معاه. الله ما بغاش هذا الشيء، والملك ديالنا راه ما بغاش هذا الشيء، راه عطانا حقنا وهاد الناس ما عطاوناش الحق. اللي عندي هو انني من سكينه ولد مولين الدار وواريت في الدار وزياده وخلوق في الدار، ومني مشيت للمقاطعه قالوا لي بانك انت ما طالعش في السيستم، ما مجوجش قبل من 2012. ومع العلم ان الوثائق ديالي كلها، لا شهاده الدار لا كل شيء كما تنقولوا، الوثائق ديالي مقاده. ملي جيت لعندهم قالوا لي انت ما طالعش في السيستم، علاش؟ شنو هو المشكل؟ الله اعلم. وحاليا انا دابا راه كما كنقولوا كنعاني التشرد من بعد ما كنت في دارنا ودار والديا وبخير كما كنقولوا. دابا راه جا المشروع ديال المحج الملكي، قرارات اللي فيه ماشي ما عرفناش شنو هو كما تنقولوا القلب ديالهم. وفي الاخر خرجنا للزنقه، لا حنا لا وليداتنا لا موالين الدار، ولينا كنعانيو من التشرد والتشتت. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا دارنا ماشي ايلا السقوط، دارنا على 3 طوابق، ما كاينش هاد ايلا السقوط. هما دخلوها الايلا السقوط باش يهربوا من المسؤوليه كما تنقولوا، مع كانوا الناس اللي قبل منا راه كاين اللي استفاد وما عندوش الحق في الاستفاده، كاين اللي جا تكون عاد 3 شهور 4 شهور واستفاد. حنا بغينا نعرفوا هاد القرار ديال 2012 علاش مطبق غير علينا حنا؟ واش غير علينا حنا ولا على العموم؟ مع العلم ان راه كاينين ناس كثار استفادوا من مورا 2012. هادشي اللي كاين، كاينين الناس اللي جاو من برا، وحنا ولاد المدينه، انا دارنا مشريه في 1953 وعندنا الوثائق بما يدل على هادشي هذا، وزياده وخلوق كابرين فيها، طرحنا انا فيها يعني كما كنقولوا حنا ولاد البلاد. وفي الاخر قال لك ما طالعش، علاش؟ حيت ما مجوزش قبل من 2012. واش كاين شي قانون كيحكم على شي واحد يتزوج قبل من 2012 ولا من بعد 2012؟ كنطالبوا الناس المسؤوله ياخذوا لنا حقنا كما كنقولوا. راه حنا في التشرد بسبب هذا المشروع ديال المحج الملكي، حنا ماشي ضده، حنا معاه، واللي بغى سيدنا حنا معاه، لا حنا لا رزقنا لا والدينا لا كل شيء معاه. وسيدنا راه ما غاديش يبغينا نبقاو في الزنقه، كنتمناو من عند الله يشوفنا شي واحد اللي يهضر علينا على هذه الفاجعه كما تنقول، والله يصوب. حنا متضررين، ما كايناش بوحدي، كان معنا فئه متضرره وتحت من الصفر، وغادي يخرجونا، ما عطانكش حتى الحق. ما عطانكش حتى واحد الفتره زمنيه فين تدبري الامور ديالك. كيفاش غنمشيو؟ ولادنا فين غيضيعوا؟ راه الناس بزاف تشردت، راه بزاف الناس ارتحرت. حنا فين غنتشردوا؟ عندك 180 فري باقي ما عطاوهاش لنا، حنا كيقول لك وجدوا ريوسكم والدار يلاه صالحاها، وبزاف الناس حنا يلاه صالحين الملكيه، ماشي تزينه ماشي كارين ماشي شي حاجه ديالنا، غيخرجونا منه غتخلصي 10 المليون باش تدخلي لوحده اخرى، ماشي حتى قد داكشي اللي فين كنتي ساكنه. ساكنين معاك وليداتك مجوجين، كل واحد عاطيه فين يسكن، في التالي غادي يخرجوك. معنا مرا مسنة معاها بنتها مطلقة بجوج الأولاد، عاطيها بارطمة، مرت باها عاطيها بارطمة هي وبنتها. معنا وحدة أخرى مسكينة عندها ولدها، عندها باها الزايمر، إلا خرج تتبعو وربت بيت ما خداماش، غير الناس في الحومة هما اللي كينفقوا عليها. هاد الناس فين غيمشيو؟ عطيك 180 ألف ريال كتمشي اللي غتكري عنده كيقول لك 4 المليون تصبيق. وستين ألف ريال كرا، جات لك من الله، واش هاد الناس غادي غيقدروا يكريو بهذا القدر؟ هما ما عندهمش قوت يومي، كيتحاربوا على قوت يومي، كيتحاربوا عليه، وغادي يلوحوهم يتشردوه من ولادهم، ما يمكنش. الله ما بغاش هاد الشيء، والملك ديالنا راه ما بغاش هاد الشيء، راه عطانا حقنا وهاد الناس ما عطاوناش الحق. ملكنا الله ينصرو راه بغى، راه عطانا حقنا، وباغي البلاد ديالو تزيد لقدام، حتى حنا فرحانين. احنا ما معترضينش على اللي بغى الملك ديالنا. مرحبا، والله ينصرو والله يعاونو، ولكن هاد الناس اللي كلفهم خصهم يشوفوا فينا بعين الرحمه. راه هادشي راه ما كيبشرش بالخير، ما كيبشرش بالخير. هادشي نطلب الله تعالى ويشوف فينا هادشي اللي كاين. بنتي كنطلبوا الله يشوفوا فينا هاد الناس بعين الرحمه، ويحطونا من يهزونا من ديورنا ويحطونا في ديورنا. ما عندناش باش غادي نخلصوا من هذا القدر اللي قالوا لينا، ما عندناش.
ما عندناش باش غادي نمشيو ولا نديعو في الزنقه ولا ينعسوا ولادنا نديرو كياتنا في الزنقه. ما ما عمر شي حد ما وصلنا حتى لهاد الايام قالك لا خصنا نخرجوا وانا يلا صلحت الدار. وبزاف الناس حدايا بحال صالحين فين غيمشيو؟ كنا عا كانوا قالوا لنا مش حد ما غنخسروش ديك الفليسات وخسرنا فلوس نيت. انا اصلا خسرت الفلوس عندي الدار باش تقادت. تحصلنا في 2012 وعاود جا عندنا ماشي بزاف ما كانوش ذاكرين عندنا الريبان تذكروا على غفله ما فهمناش حنا اشنو كاين. ما كناش كننعسوا صالحين جيو عندي مرحبا وتشوفوا ما اي لاش السقوط جيو عندي مرحبا بكم وتشوفوا داري كيفاش دايره راه لايحينها في الواتساب الناس كلشها في داري ما عندناش الا السقوط. وبزاف الناس ما قايلينش السقوط وبزاف الناس غيتشردوا نطلبوا الله تعالى هو اللي غيشوف فينا وسيدنا الله ينصرو ما باغيش لنا هاد المحنه هما هاد الناس كيمحنوا فينا راه بزاف الناس اللي انتحروا. حنا من هذوك المتضررين حنا دارنا ملك وتيقول لك غادي تخرجوا ونعطيكم 180 الف ريال باش غتكريو يعني هل يعني على زعما يخرجوا لكم الديور وحنا الديور فينا هما باقي كاع ما وجدوا وحنايا باش غنخلصوا الكرا غالي تسبقي مليون ولا جوج باش تكري وتا الشيك دابا حاليا ما خارج ما كاينش كاع الشيك فهمتيني صافي هي هذيك حنايا بغينا حنايا كنخرجوا من ديرو القوس حنا ساكن من حقنا حنا زايدين في هذيك المدينه وخلقين فيها والدين فيها ولادنا وكبرنا فيها متنفس الواحد ديالنا هو داك البحر فين غادي يلوحونا يلوحونا جيت الرحمه والفوق حنا بنات المدينه ولاد المدينه نتلحوا للعربيات والعربيات يدخلوا للمدينه باي حق هذا حنا تظلمنا وتحقرنا كلشي المعاناه ديالنا اللي طاحوا لهم الديور باتوا في الزنق حتى حنا غير جينا داك الدور بحالنا بحالهم وحنا عندنا ملك ما عندناش ذكرى ولا عندنا شي دارونا بحال مثلونا بحال الكرايه يعني صافي حتى بعدو يخرج لكم التعويض ديالكم ويخرجوا باللي هما بغاو واش فهمتيني الارض ساويه الثمن وحنا عطوها لينا ب 1500 المتر كاري لا خاصهم يديروا لنا حل هذا الشيء حنا مرحبا بهذا المحج الحسن الثاني اللي دال على راسنا فوق راسنا مرحبا به اللي جات من عند الملك حنا مرحبا بها ولكن باش يضيعونا هاد الناس ما يضيعوناش حنا ما بغيناش نشردوا على خريامنا انا عندي خويا مزمن مريض حتى هو وريث معايا في الدار مجوج وساكن معايا في الدار حتى هو خاصو دارو انا خصني داري وهو خاصو دارو مريض بالقلب ومريض بالسكر ديابيتيك والله ما تنعسو يعني حالتي النفسية مدمره تدمرت ما بقينا لا نطيبوا ولا نصبنوا ولا نعسوا كبقيه الناس والمدارس وكيفاش غيديروا الدراري في القرايه ديالهم شتونا شتو كلشي شتو وحنا تنطلبوا من الله وسيدنا يوقف معانا الله يعطيه صحيحته والله يخليه لينا والله يجعل ربي خير يكون فيكم الخير حتى نتوما والبركه.